احتفال تاريخي باتفاق تاريخي، هكذا باختصار يوصف فرح الإيرانيين بالاتفاق النووي النهائي. فرحهم دفعهم للنزول إلى الشوارع رافعين أعلام بلدهم وملوحين بالأيدي لأمل بات واقعاً. نأمل أن يعم السلام دائما. أنا سعيدة بالاتفاق النووي ولا أعرف كيف أعبر لك. نحن سعداء جدا. شكرا للسيد ظريف وللفريق الإيراني المفاوض. شكرا روحاني. شكرا للجميع. مشهد قصير لاحتفالات عارمة عمت العاصمة الإيرانية والعديد من المدن الأخرى حتى بعد منتصف الليل. أغلقت الشوارع احتفالا باتفاق يؤكد المسؤولون الإيرانيون مراعاته لخطوط إيران الحمراء، ويرى فيه الشارع فرصة أزاحت العراقيل من أمام الأجيال المقبلة. لذا كان لابد للبعض من التأكيد على سلمية رسالة إيران برفعهم الورود البيضاء، فيما وثق آخرون لحظات الاحتفال والفرح بصور لم تغب عنها السيلفي المترافقة بشعارات النصر. أنا سعيد لأن بلدي حقق نصرا كبيرا بإشراف المرشد الأعلى وبذكاء حافظ على الحقوق. نأمل أن تحل المشكلات الاقتصادية حقا. أبارك للسيد روحاني وللسيد ظريف هذا الجهاد الدبلوماسي المميز. ما كان ينظر إليه أنه صعب المنال بات في أيدي الإيرانيين اليوم وباعتراف دولي. لذا رفعوا صوتهم وأعلام بلدهم وأطلقوا أبواقهم في احتفال تاريخي. قنبلة فرح نووية فجرها الإيرانيون بعد الاتفاق النووي النهائي، فرح يحمل معه الكثير من الأمل بالتزام جميع الأطراف باتفاق طال انتظاره بالنسبة للإيرانيين. حازم كلاس، طهران، الميادين.